خلينا نتكلم يعني واقعية. الفترة الأخيرة بدأت قصة السيمينارز دي تبقى هي المتنفس الرئيسي لأطباء الأسنان في إن هم يتعلموا حاجات. حبينا إن احنا نعمل تريننج سنتر هنا في إسماعيلية. احنا دايما كدكتورز كل حاجة بنكون حابين ناخدها بنسافر عشان ناخدها بره إسماعيلية، فأنا حبيت إن احنا ندي الأوبشن ده إن هو يكون موجود هنا. طبعا هيسهل علينا كتير ان احنا نقدر ناخد النوليدج اللي احنا عايزينها من غير ما تكون متعبه قوي لينا. ده مفيده جدا جدا، مفيده جدا جدا للفريش جرادويت واللي شغال. ما هو لازم اعرف المعلومات الجديده، اقرا، اروح احضر مؤتمرات، فلما المؤتمر ده او السيمينار ده يجيني لغايه عندي فده شيء رائع جدا. عايزين نوصل ان احنا نقدر نعمل معهد ونقدر ان يبقى فيه عين محطوط علينا من شركات في اوروبا، مش بس على القاهره او على اسكندريه، لا عايزين تبص علينا هنا وتبص على الشباب هنا وتبدا تطور وتبدا تتعلم وتبدا تدرب عشان يشوفوا اوت كم. انا عارف ان هيطلع اوت كم من هنا، من الدكاتره، من المراكز هنا، الموضوع هيختلف تماما. السيمينار ده يعني هيبقى زي لانشنج للتريننج سنتر، ان احنا هيبقى في تريننج سنتر موجود في اسماعيليه. اول ايفنت هو امبلانت، وان شاء الله هيكون في سيريز اوف ايفنتس ثانيه. حبينا نجمع الحاجات اللي هتدي سكسس للإمبلانت، ان انا دكتور ابقى عارف السوفت تيشو، ابقى عارف ماتيريال كويسه، ولو حاجه ديجيتال تكنيك جديد تدي لي ويف سكسس اكتر، ان انا عرفت احط الإمبلانت بتاعي ازاي. اي سيمينار في اي حاجه في العلم، سواء في الامبلانتولوجي او في جراحه الوجه والفكين او في اي تخصص طبي تاني، ده حاجه كويسه جدا. حتى ايفن مش للبوست جراديويت، للاندر جرادويت كمان. اتكلم النهارده بادئين في الجزء بتاع سوفت تيشو مانجمنت اراوند امبلانت، وده جزء مهم جدا بس للاسف مش ناس كتير بتركز فيه. حبينا النهارده نعرف الدكاتره اللي موجودين هنا، بالذات اللي هم الجي بي او اللي هم بيشتغلوا امبلانت بقى لهم فتره صغيره، اهميته وازاي يقدر يعمل حاجات او تكنيكس بيزك تقدر يشتغل بيها، يطور بيها شغله ويقدر يعمل حاجه جديده مختلفه تقدر تساعد على ان الامبلانت يعيش لفتره اطول. عجبني جدا الدكتور اللي بيتكلم على السوفت تيشو او السجه اللي هي اللثه كل ما حول السنه، مش بيتكلم على الامبلانت اللي هيدخل، مش بيتكلم على البون نفسه في البدايه، لا ده بيتكلم على الحاجات اللي حوالين الامبلانت. اهتمامنا بالاسماعيليه ومدن القناه ده سببه ان احنا بنهتم بالماركت، شايفين ان هي فيها تقدم وان الشباب فيها عنده قابليه للازدهار والتعلم، عشان كده احنا اهتمينا بمدن القناه بالذات. نشكر الشركة على هذا المجهود الجبار. احنا طبعا نحاول دايما ندي خبرات الأطباء الأساتذة في الجامعات أو الشركات المتخصصة للأطباء الصغيرين. طبعا الأطباء الصغيرين لسه فريش عايز يتعلم كل حاجة، ففرصة طبعا احنا نعلمه جديد في طب الأسنان وخاصة في زراعة طب الأسنان. التوبيك اللي اتكلمت فيه النهاردة في السيمينار كان عن الديجيتال إمبلانتولوجي، وهي طريقة جديدة لوضع الزراعات للمرضى بطريقة أقل تدخل جراحي بالطريقة الكونفنشنال أو الطريقة القديمة. أنا شايف إن ده الفيوتشر بتاع زراعة الأسنان في العالم كله، وإن دي طريقة بتسهل على المريض حاجات كتير جدا قبل ما بتسهل على الطبيب شغله. ولازم كل الطلاب الانترستد إن هم يتعلموا زراعة أسنان يبقوا عندهم خلفية عن إزاي الموضوع ده بيتعمل، مش بس أنواعه والقصة behind it يعني، بس لازم يبقوا عارفين إزاي يعملوا surgical guide، إزاي يعملوا planning للimplant placement على CBCT، فده مهم جدا إن هو يتشرح لهم بالتفصيل. فمعنى إنك أنت قدرت تجيب العدد الهائل دوت عشان خاطر يحضر سيمينار زي ده، لا طبعا ده منتهى النجاح، وانك قدرت توصل للناس دي ده شيء رائع جدا، والماده العلميه انا شايفها جميله جدا، والاورجنايزيشن هايل بصراحه، لا حاجه كويسه جدا بصراحه. والمكان جميل جدا والمحاضرات شيقه جدا وكله بيستفيد من التواجد يعني. بتقدم بس للشكر للناس اللي دعونا، والسيمينار ده رائع جدا، شكرا. من جروب انا واحد من الكلاينتس بتوعهم، فلما عرض عليا ان انا اجي اسماعيليه لقيتها فرصه حلوه جدا، انا عمري ما جيت هنا قبل كده، وصراحه انبهرت بالبلد ومن
مش عارف ازاي ما جيتش هنا قبل كده يعني. فمتشكر قوي يعني ليهم وللدكتوره نورهان ان هم اتاحوا لي الفرصه ان انا ازور البلد الجميله دي.